جينا بقى للعب الترابيزات وهنشوف الاستاذ محمد والاستاذ ايفان هيعملوا ايه في اول لعبه. هل الفريق الاحمر هيكسب؟ هل الفريق الاصفر هيكسب؟ هنشوف مع بعض. جاهزين يا شباب؟ جاهزين يا شباب؟ جاهزين. طب يلا ريدي، انفخوا البالونه، لسه ما قلتش حاجه. ستدي، اعمل زي ما ايفان كده عمل. يلا خلاص بقى، حلو قوي كده. جو. الله، حلو، ماشي. يا ولد يا ايفو، يا ولد يا محمد. الله يا ايفو، الله يا محمد. انتوا بتلعبوها بقى دايما ولا ايه؟ ده ايه الشطاره دي؟ ماشي، برافو. ايفو دخل البلوكه الثالثه، ممكن تروح من هناك يا ايفان. ايوه، الله يا محمد. مين هيدخل ما لا لا ما تزقهاش هوا، بس ما تزقهاش هوا، بس ايفو هوا، بس محمد محمد ولا ايفان اللي هيطق هوا، بس مش ما تزقهاش. ايوه بقى محمد، هرجعك تاني. ودخل في البلوكه الثالثه، ماشي يا محمد، وسع لك اهو، برافو. لا لا، ايه ده ايه ده ايه انت بتعمل ايه؟ ايه انت صح كده، مالكش دعوه. ايوه برافو، رجعك تاني. ما تلمسش الكوبايه يا ايفو خالص، برافو، حلوه دي قوي، عجبتني. حلوه قوي اللي بيحصل ده. ما يا ابني ما تلمسش الكوبايه. ايفو برافو يا محمد. ايفان ولا محمد؟ الاثنين دخلوا في البلوكه الثالثه في نفس الوقت. ها، انفخ يا محمد، انفخ يا ايفان. ايفان شكله هيطلع بدري، برافو برافو يا محمد. ها برافو. ها ما تزقش الكوبايه. ها ها، اي يعني ثواني، فرق ثواني بس. ايفان طبعا هو اللي كسب، برافو يا محمد، والله جريت جوب. انت رحت فين انت؟ تعال يلا كده، الفريق الاحمر كسب فرق ثواني بسيطه جدا. تعالوا نشوف هنعمل ايه تاني على نفس الترابيزه.